موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. سورة الروم من السور المكية وآيتها 60 آية. الاسم كما نعلم سورة الروم، وذلك لأن الله افتتحها بخبر غيبي عن الروم والفرس. ولما كانت الروم وهم نصارى أقرب للمسلمين لأنهم أهل كتاب ذكرهم الله عز وجل، ولم يذكر الفرس عباد النار. ونلحظ أن أول السورة يوافق آخرها، فقد بدأت السورة بخبر من الوحي، خبر غيبي مستقبلي يقيني. غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وأما الخاتمة أيضا ختمت باليقين في وعد الله ووحيه، في قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وهذا يملأ العبد يقينا فيما جاء من عند الله من الوحي، سواء كان خبرا أو أمرا أو وعدا. ولعل هذا هو المحور الرئيسي للسورة، وهو اليقين في الوحي. من مواضيع هذه السورة المباركة ذكر والإشارة إلى فتنة عظيمة، وهي الاغترار بما عليه الروم قديما فيما كان لهم من الملك والسيادة والحكم، وفي أيامنا بل وإلى قيام الساعة ما هم عليه الآن من التقدم يمكن أن يدخل في ذلك، والإتقان مع عجز المسلمين بسبب بعدهم عن دينهم، حتى ربما ضعاف العقول من المسلمين ظنوا أن الروم على حق، أهل أوروبا وغير ذلك وأمريكا، بسبب تقدمهم وتخلف غيرهم. فهذه الآيات تطمين لقلب المسلم في هذه السورة على مر العصور والدهور. كذلك حشدت السورة بآيات واضحة على مختلف المستويات، فمثلا ذكرت فيها أو أشير فيها إلى الحرب بين الفرس والروم من آية 2 لآية 4، أشار إلى فضل الزكاة وتحريم الربا وأنه لا فائدة فيه بل هو خسارة وشقاء، آية 39، وهذا إشارة إلى موضوع اقتصادي. الحديث عن أسرار الزواج وحكمه آية 21، هذا موضوع اجتماعي. بيان أصل الإنسان آية 20 وآية 54، إشارة إلى خلق السماوات والأرض وذكر خلق السماوات والأرض آية 22، الليل والنهار 23، البرق والمطر 24. وهذه آيات أيضا تملأ قلب المؤمن يقينا في الخالق وحده وكل ما جاء به الوحي. من فوائد ولطائف هذه السورة أن هذه السورة خصت بذكر الروم كما أشرنا لما لهم من الفتنة على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: تقوم القيامة والروم أكثر الناس، كما عند مسلم. كذلك أعظم وأجل العبادات وأخفها على اللسان وأثقلها في الميزان ذكر الله، كما في الآيتين 17 و18. أيضا الذنوب سبب المصائب والحوادث والكوارث، آية 41. أخيرا طوبى لمن حفظ عمره فلم يصرفه إلا في طاعة ربه والمسارعة في رضوانه، ويا خيبة من ضيع عمره في اللهو وإشباع الشهوات والركض خلف الدنيا، آية 54. غدا إن شاء الله نبدأ في آية هذه السورة المباركة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.